النهاردة أنا بوصل لكم رسالة ودرس مهم جدا لبعض المستثمرين وأصحاب المطاعم، والرسالة دي بناء على اللي أنا بسمعه يوميا في الرسائل والكومنتات عن بعض المطاعم. الرسالة لبعض المستثمرين وأصحاب المطاعم: اتقي ربنا في الموظف اللي شغال معاك. الرسالة للي بيشغلوا الموظفين فوق عدد ساعات عملهم بدون أوفر تايم، اللي بيشغلوا الموظفين بدون أجازات أسبوعية، اللي بيأخروا الرواتب بالشهر والشهرين، اللي بياخدوا من تبس الموظفين في جيوبهم، اللي مش بيعايد على الموظفين بعدية تفرحوا أول يوم العيد، اللي بينيموا الموظفين في سكن غير آدمي، اللي بيذل الموظفين عشان رضيوا بالوظيفة بأقل مرتب لأنهم مش لاقين شغل، اللي مش بيدرب موظفينه ويرجع يطلب منهم إنهم يعملوا من البحر طحينة، اللي كل شوية خصم 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 على الفاضي والمليان وبدون وجه حق، اللي مش بيكافئ موظفينه ومش بيقدرهم ومش بيوفر لهم الأمان الوظيفي أو التوازن في حياتهم الشخصية وحياتهم العملية، اللي مفكر إن الموظف عبد عنده. فريق عملك مش عبيد عندك. العصر ده انتهى خلاص من زمان. النهاردة احنا في عصر التعدد والتنوع الغير محدود. لو ما حافظتش على الكفاءات اللي عندك هتفضل ترجع لورا وهتقفل زي اللي قفلوا كتير قبلك، وهتخسر كل فلوسك اللي انت استخسرتها في الموظف بتاعك. موظفك راس مالك اللي هتستثمره فيه هتجني حصاده بعد كده. وعلى الرغم من ان كل الاديان السماوية وصتنا بالرحمة بالاجير، فان استثمارك في الموظفين هو احسن تأمين لنجاح عملك في المستقبل. شكرا لمتابعتكم، انا يونس ودي عيادة المطاعم.